ذهب نادي الزمالك في الخلافات المعنيه المهندس رؤوف جاسم. باشمهندس مساء الخير. مساء الخير كابتن مصطفى. ازيك وحشنا باشمهندس. الله يخليك. يعني احنا زي ما بيهمني انا شخصيا النادي الاهلي، النادي الزمالك لا يقل اهميه، ويمكن ان انا هذه الحلقه عشان نادي الزمالك، وانت ابن من ابناء النادي الزمالك المخلصين. نادي الزمالك ومجلس ادارته رايحين فين يا باشمهندس، وماذا يحدث في الاعلام؟ يعني ايه الكلام اللي اتقال حضرتك؟ انا يعني هو انا يعني عايز اركز دلوقتي على الفتره اللي احنا فيها، مش عايز اركز على يعني عايز اتكلم على قبل كده ولا بعد كده. يعني فضل. احنا دلوقتي الفتره دي اللي هي العاصفه اللي قامت عقب اختيار المدرب، عقب قالت الكابتن حسن شحاته، وطبعا الوضع السيء جدا لفريق كره القدم في بطوله افريقيا، انه خسر كل مبارياته حتى الان 4 مباريات. فالموقف حضرتك الإعلام تدخل فيه، وبعض الوايت نايتس طلعوا شوية تصريحات وكلام، الكلام كان قوي جدا، واستقالات من أعضاء مجلس الإدارة. يعني أنا مصر على أن إحنا في الوقت ده، حتى أنا بحاول أكلم زمايلي اللي استقالوا، قد يكون ليهم وجهات نظر بنحترمها، والاستقالة حق مكفول للجميع، ده حق يعني إنساني. بس باشمهندس معلش يعني اسمحني المقاطعة، لكن الحق المكفول لصدر أعضاء مجلس إدارة، الحق المكفول أكتر لمصلحة نادي الزمالك. تمام، بس هي في النهاية برضو حتى مصلحة نادي الزمالك فيها وجهات نظر يا كابتن مصطفى. اتفضل يا باشمهندس. فأنا بس يعني بحاول أكلمهم إن إحنا في الفترة دي، يعني أنا عندي اعتراضات كثيرة جدا على سياسة النادي في الفترات السابقة، وأنا سكت كتير جدا لأن كنت برى دايما إن إحنا نحاول نصلح، نحاول نعمل من غير ما نعمل دوشه، من غير ما نبين خلافات بيننا وبين بعض. وصدقني يا كابتن في الفتره اللي فاتت حتى الخلافات اللي كانت بتطلع انا ما كنتش بقولها، بس كنت بضطر لما حد بيواجهني ليها من الاعلاميين سواء في حديث تلفزيوني او في كده، ما اقدرش انكر حقيقه، فكنت بقولها وبعترف بيها وبحاول اخفف من وطأتها. يعني على لان عندي قناعة دايما ان الخلافات ممكن تؤدي الى خسارة اكتر من لو كنا ماشيين في اتجاه من وجهة نظري خطأ. لكن زي ما بيقولوا بلغ السيل الذبة، خلاص انا مش قادر انيمور اتحمل سياسات مش مظبوطة. لكن انا بأرجئ هذا الكلام مرة تانية، لحد لازم نقف كلنا ورا فريق كرة القدم، ولازم نعدي المرحلة دي. احنا جبنا مدرب واخترناه بما يرضي الله وبشكل ديمقراطي، ما فيهوش اي نوع من الديكتاتوريه من حد، لان انا لا اقبل ان يكون ممدوح عباس او غيره ديكتاتور عليا، واخد بال حضرتك؟ لكن اختير بشكل محترم جدا، والدعاوي اللي طلعت ان في 5 قالوا حسام وممدوح عباس جاب على كيفه، يعني كان ينقصها بدقه. لان اللي صوت 4 موجودين، وفي بدايه الجلسه قالوا اختاروا الكابتن حسام حسن، لكن بعد المناقشه تراجعوا 3 منهم، وحتى اللي كان متمسك برأيه قال اختيارات أخرى، يعني ما كانش مصر إصرار، لكن هو رأيه الأولاني كان التانيين تراجعوا تماما وكانوا أميل. فكان الاختيار اختيار ديمقراطي، اختيار الراجل المدرب مستر فييرا، بنتوسم فيه الخير. طيب باشمهندس بعد إذن حضرتك باشمهندس رؤوف، طب ما تيجي نشوف المهندس باشمهندس قال إيه ممدوح عباس، وخليك معانا عشان ترد على الكلام اللي قاله، لكن يبقى في الآخر مصلحة نادي الزمالك، وإذا كان هناك اختيار وتأكيد للمدرب فهذا احترام العقود اللي بيبرمها نادي الزمالك. تعال نروح للمهندس ممدوح عباس ونرجع لك تاني يا باشمهندس. الناس كلها كانت متفائلة بعد عودة مجلسك المنتخب إلى نادي الزمالك، قالوا هيبقى في هذا الاستقرار، إنه الأزمات المادية ستنتهي، الإنشاءات هتبقى موجودة. في ناس جوه مجلس الإدارة تصورت إنه تنصب سيرك الانتخابات من أول ما رحنا، من أول ما رحنا تنصب سيرك الانتخابات وتبتدي ترتب للانتخابات مسألة خيال مريض وضعف وشخصيات ضعيفة وناس بتجد ان فرصتها انها تعارض وتشهر، وناس شايفة ان هي كل يوم تطلع في فضائية وفاهمة ان كده هي كده بتنتشر او بتعمل كده لمصلحة النادي وتنتقد.
كلام في منتهى الخطورة من الأستاذ ممدوح عباس قائد سفينة نادي الزمالك باشمهندس رؤوف. أيوة. مين اللي زمانها منتهى ومين اللي غاويين ميديا ومين اللي في مجلس الإدارة اللي بيقصدهم من الأستاذ ممدوح عباس؟ بص كابتن مصطفى، أنا أبلغوني، أنا أول مرة أسمع الكلام مباشرة. أنا أبلغوني بالكلام ده إن الأستاذ ممدوح قال كلام وصلني أول مرة أسمعه. أنا متأذي جدا هذا الكلام طبعا، بغض النظر هو يقصد مين، لكن أعتقد إن هو بيشير إلي، أنا أعتقد ذلك وأتمنى العكس، بس أنا مش شايف حاجة تانية. أن أنا الوحيد اللي عضو مجلس إدارة قديم. ده كلام طبعا مرسل وأقدر أرد عليه واحدة واحدة واخدال حضرتك، لكن ده مش وقته. أنا أعتقد الأستاذ ممدوح عباس، أنا حضرت بقى بقية الحوار اللي هو برضو اتكلم بشكل جامد قوي على الكابتن حسن شحاتة، والكابتن حسن شحاتة دخل لو حضرتك تعرف ورد. أنا شفت البرنامج ورد عليه رد مفصل. أنا يعني مش عايز أشترك في هذا النوع من الفرقة في وقت أنا لسه بكلم حضرتك وبقول إن إحنا لازم نبقى يد واحدة ورا فريق كرة القدم. الإهانة الشخصية غير مقبولة، وانا بحتفظ لنفسي بحق الرد عليها. اذا كان انا لما يجي هقول له، هساله مباشره انت تقصد مين بالكلام، مباشره فيس تو فيس كده، واخد بال حضرتك؟ لان ده كلام خطير جدا وكلام يسيء له قبل ما يسيء لحد تاني، لان ده كلام عيب، ده مش مستوى حوار ابدا ما بين ناس محترمه بتدير نادي مهما كان ال- 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 الخلاف بينها. وانا عمري ما قلت كلمه وحشه على الاستاذ ممدوح، وأتحدى عمري ما قلت كلمة وحشة على الأستاذ ممدوح عباس. إنما لما أنا أبتدي أقول أن هناك أخطاء إن إحنا يجب أن نصلح هذه الأخطاء، وإن أنا بقول البرشامة أو العلاج لكرة القدم إيه، واخد بال حضرتك؟ ولما تفقل كعضو مجلس إدارة وكنائب رئيس لفترة طويلة وأقول أيوة إحنا غلطانين، واخد بال حضرتك؟ يبقى ما ينفعش نقول كده. لكن انا معلش حضرتك برضو انا عايز اتجاوز النقطه دي لانه مش وقته. اولا انا بحييك على دوت، انا بحييك على ده يا باشمهندس الحقيقه، يعني انا مش عايز اشترك ابدا في هذا النوع من الهلفطه ولا ان احنا نجرح في بعض. عيب، احنا نادي كبير واسمه كبير، واللي مش عارف يعني ايه نادي الزمالك يروح يقعد في بيته. يعني ده نادي الزمالك، عيب انه يتقال الكلام ده، عيب. ما وصلناش لهذا، وانا عمري ما كنت اتصور ان الاستاذ ممدوح عباس ممكن يقول كلام زي كده، وانا بهيب بيه انه اعتذر عنه. قد يكون كان في حاله نفسيه سيئه ولا اي حاجه، ويجب ان يملك شجاعه الاعتذار ويخرج في نفس البرنامج يعتذر عن هذا الكلام. هذا الاصوب والافضل، وما نخليش الكبر ياخدنا لما هو اسوا. نقفل الموضوع ده بعد اذنك كابتن مصطفى، علشان انا فعلا اول مره اسمعه كده وفوجئت. يعني اتقال لي طبعا، وقلت لهم مش هرد ومش هتكلم، وحضرتك فاجئتني دلوقتي ان انت طلعته، لان انا كنت داخل برضو اتكلم في الالتحام بين اعضاء مجلس الاداره، خصوصا في هذه المرحله. بعد كده كل واحد يعمل اللي عايزه، لكن لما بتبقى في مرحله حرجه وفيها هذا الوضع الحرج بالنسبه لاهم حاجه في نادي الزمالك وهي فريق كره القدم، لازم نقف. حضرتك انا قلت الكلام ده مع حد تاني، احد الاعلاميين. أنا لما كنت عضو مجلس إدارة في مجلس الدكتور كمال درويش وقررت تقديم استقالة مسببة، حصل أزمة وكان فيها رود كرول كان المدرب، وكان مرتضى منصور كان بيدعو لفاروق جعفر، وفي خلاف شديد جوه مجلس الإدارة، واتعملت جلسات متعاقبة، أنا فاكر 3 جلسات في أسبوع واحد. أجلت الاستقالة حضرتك لحد ما حضرت الـ3 جلسات واستقر وضع فريق كرة القدم ورحت. المفروض يا باشمهندس احنا نختلف جوه مجلس الإدارة، لكن هناك لما يكون هناك قرار كلنا نلتزم بالقرار وما يطلعش بره للإعلام، وده من ضمن الحاجات اللي قالها المهندس ممدوح عباس. يعني ده برضو انا بعتبره خطأ من بعض اعضاء اذا كان حد هناك يسرب الاخبار. يعني لا، انا هقول لحضرتك حاجة، انا حضرتك لم اوافق خلال فترة هذا المجلس كل اختيارات المدربين اللي اخترناها الفريق الأول لكرة القدم كانت ضد رغبتي. أنا كنت بواجه في الإعلام بأن أنت ليه ضد فلان اللي جه؟ أنا ما اخترتش هنري ميشيل، ما اخترتش حسام حسن، فوجئت أن أنا بيتقال لي أنت ليه كل ما روحت أنت ليه ضد حسام، وأنا لا أعلن هذا الكلام.
واخد بالك؟ واعتقد ان انا من اكتر الناس اللي وقفوا ودعموا حسام او غير حسام، هو ايفر المدير الفني بتاع نادي الزمالك، اتعودت لازم اقف وراه وما اتكلمش عليه ولا انتقده خالص لا في اعلام ولا في غيره، واتحدى اذا كنت انا عملت اي سلوكيات مغايره ده، واخد بال حضرتك؟ لكن ان انا كل اللي عملته يا فندم ان انا قلت انا حاسس ان نادي الزمالك مش عايز يصلح المسيره الكرويه، انا قلت هذا هو البرنامج الاصلاح. طب ما تقول لي برنامج الاصلاح يا باشمهندس، انا هقول لك حاجه يعني يمكن نعم. كنت بتكلم مع احد الزملاء امبارح النجوم الكبار في نادي الزمالك، قال لي حاجه مهمه جدا، قال لي يا كابتن مصطفى على مدار 8 سنوات اتغير اكتر من 5 6 7 اجهزه فنيه، واتغير 3 4 5 مجالس ادارات، والوضع زي ما هو بل الى الأسوأ. ويمكن ضرب لي مثل باحد اللاعبين، قال لي اللاعب الفلاني بياخد 4 مليون جنيه، انتوا عندكم في النادي الاهلي 2 3 دول نجوم ما بياخدوش المبلغ دوت، يبقى فين العيب يا باشمهندس؟ العيب ما هو ده العيب اللي حضرتك انا اتكلمت عليه واللي على اساسه طلع الاستاذ ممدوح عباس يهاجم هذا الهجوم. احنا عندنا حضرتك لازم نقعد ونتكلم، احنا ما عندناش لجنه لكره القدم، احنا ما عندناش لجنه للتعاقدات، احنا ما عندناش سياسه للتعاقدات. العمليه بالكيف، واخد بال حضرتك؟ انت بتفاجئ بيجي المدير الفني، مع احترامنا لكل مش بتكذب معنا بالكيف باختيار المديرين الفنيين عشان برضو ابقى دقيق، لكن المدير الفني دائما بيبحث عن وقت حالي. المدير الفني لوحده مش هو اللي يقول لي هات اللعيب الفلاني اقوم روح جاري اجيبه وادفع فيه ملايين، يجي مدرب غيره ما يلعبوش او هو نفسه ما يلعبوش، واخد بال حضرتك؟ المدير الفني لاي نادي لازم يبقى فيه، مش عايز اسميها سياسه ثواب وعقاب ولا سياسه محاسبه، اسميها سياسه مراجعه. طب ما احنا يعني انا الإدارة. يمكن باشمهندس بعد اذنك انا اعتراضي على النادي الاهلي نفس القصه. طب ما احنا نقول مثلا نسبه يبقى 10% لم يجنبهم الصواب او غير موفقين، ما يبقاش الاغلبيه، خاصه ان نادي الزمالك اشترى فوق الاربع الخمس لعيبه السنه اللي فاتت. اي يا فندم، ما هو انت بيجي المدير الفني بيقول انا عايز اللعيب الفلاني والفلاني والفلاني والفلاني، يوم احنا جري نروح نجيب اللعيب الفلاني والفلاني ويتم التعاقد معاه ويتم المفاوضة الأندية بتاعته بطريقة لا ترضيني. فبندفع أرقام كبيرة جدا في لعيبة وقد لا نستفيد منهم. أنا مش عايز أذكر وأنا بأكد لك إن مفيش لعيب في مصر يتعدى المليون جنيه. كويس. أنا دلوقتي حضرتك لما أقول إن إحنا عايزين لجنة تعاقدات، واخد بال حضرتك، وأطرح اسم زي محمود سعد، لا حاجة محمود سعد حاجة مشرفة وعاشق هيعمل لصالح نادي الزمالك. ليه بقى محمود سعد؟ لأن محمود سعد بقى ألمح فيه الحرص على فلوس النادي. أنا عارف. وفي نفس الوقت هو راجل نجم كورة ومدرب كبير واسم كبير، لما يقعد مع لعيب كورة ما هواش مبهور ولا أي حاجة. راجل لعيب الكورة الجديد اللي جه نادي الزمالك يقدر إن محمود سعد قاعد معاه، وهو راجل حريص عارف بيودي الفلوس فين والكلام ده. لما بطرح الكلام ده من اول ما جينا كمجلس اداره انا غلطت لما بقول يا جماعه لجنه كوره يا جماعه وهي اللي تقعد مع المدير الفني وتحاسبه، بلاش تحاسبه، تراجعه في اختياراته. لما اجي اقول حضرتك لما يجي المدير الفني يختار لعيب لازم يبقى عندنا جهه بتمثل اداره النادي وليها بعد فني، اللي هي بقى بتبص على سياسه النادي المدى الطويل، تقول نجيب اللعيب ده ما نجيبش اللعيب ده، يجي يقول لك امشي اللعيب ده يقول لك لا اللعيب ده ما مشهوش. حضرتك وانا رئيسا لنادي الزمالك بالانابه وقت ما مرتضى منصور اتوقف عملت لجنه الكوره واصريت على المدرب كجوده انه يقعد معاها، اصريت. انت عارف كواجات دايما عايزين رئيس نادي او حد وواحد بس ويتعاملوا معاه. يتعاملوا معاه بالظبط. لا في لجنه كوره هتقعد معاه، لدرجه ان احنا كان بنقعد يعني كان بعض اعضاء اللجنه مش عايزين يقعدوا في النادي لاعتبارات مرتضى منصور والدوشه ومش عارف ايه. فكنا بنقعد في مكتب رحمه الله عليه الكابتن جلال محمود، واخد بال حضرتك، وكاشودا بيجي هو واحمد رمزي وبيقعد معاهم. يوم ما عملنا القائمه بتاعه الفريق كان قاعد معانا الكابتن جلال محمود ومعانا على التليفون الكابتن حماده امام رئيس اللجنه بنختار، ومعانا تقرير المدير الفني وتقرير لجنه الكره اللي هي بتاعتنا اللي هي اعدلنا. المدير الفني ده قاعد شويه وماشي، وانت عارف حضرتك اكتر مني ان في النهايه برضو كره القدم فيها وجهات نظر، اكيد اكيد، لكن فيها فلوس وفيها مسؤوليه وفيها لعيب لما تسيبه بأهدار مال عام بالظبط، ولما تسيبه ترجع تجيبه. والله تعبنا يا باشمهندس، تعبنا من الكلام ده، تعبنا من إهدار المال العام، وهناك فرق ما بين على أيام